ويعود مرضاهم ويشير جنائزهم ولا يحقر فقيرا ان يقع من فقر الاشياء بالنسبة اليوم هذا ياهي يعتبر يوم عظيم ويوم مبارك ويوم سعيد للليبيين كلهم أو للأمة الإسلامية جمعاء. واليوم هذا ياهي يجتمعوا فيه جميع العائلات الليبية من عاداتهم وتقاليدهم ويتلاقوا ويفرحوا فيه الأطفال ويتم فيها صلة الرحم، واليوم عظيم. فلذلك من ضمن هذه المزايا اليوم هذا ياهي ونحيي الشعب الليبي ونقول له كل عام وأنت بألف خير، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين بمناسبة هذا اليوم العظيم. طبعا دأبت هذه المدينة مدينة شحات، ومنذ أكثر من 30 عاما على إحياء مثل هذه المناسبة تخرج فيها الزوايا وطلبة القرآن والمشائخ وكبار والصغار جميعا يخرجون احتفاء بذكرى مولد سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من العادات الحميدة، ونحن نقول الاحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول عيدا ولا كما يشاع أو يقال، إنما هو احتفاء بهذه المناسبة التي نعظم فيها من أخرج لنا الشعائر الله التي أمرنا الله بتعظيمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعبر عن حبنا، نعبر عن شوقنا، نعبر عن اعتزازنا به صلى الله عليه وسلم، نفرح الأطفال والصغار والجميع بهذه المناسبة، ونذكر الأجيال المتعاقبة إن في مثل هذا اليوم من ليلة 12 ربيع الأول ولد سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن اقتداء بقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ها نحن نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بهذا القول واقتداء بهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى في كتابه. مدينة شحات اعتادت منذ زمن طويل أن تخرج احتفاء واحتفالا بالمولد النبي عليه الصلاة والسلام، كبارا وصغارا، شيوخا، شبابا وشيبا، يخرجون احتفالا بهذه المناسبة وهي 12 من شهر ربيع الأول. هذا الخروج وهذا الموكب بما يتولع في قلوب الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ابتعادا عن كل التجاذبات السياسية والدينية، كلهم يقولون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكلهم يقولون محمد رسول الله، ولا كما يقول الناس ولا تطرون كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، يقولون المسيح ابن الله، نحن نقول محمد رسول الله. وهذا هو الواضح في حديثه الشريف: قولوا محمد رسول الله. نحن نقول محمد رسول الله ونفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار النبي في سنته المطهرة قال: ذلك يوم ولدت فيه، عندما سئل عن سبب صيامه اليوم الاثنين قال: هذا يوم ولدت فيه. فاقتداء بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لتذكير أصحابه بهذه المناسبة، نحن نحتفل ونرفع راية الإسلام وراية رسول الإسلام احتفالا واحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عام والشعب الليبي كله بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان في بلادنا، وكل عام وأنتم بخير. ونشكر هذه القناة الموقرة التي أتاحت لنا فرصة لأن نبث أو ننشر احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكم كل الشكر والاحترام موظفين ومدراء لهذه القناة، ولكم كامل الاحترام والتقدير. كل عام وأنتم بخير. Yeah.
الله.